تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد مع محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازلنا نتابع معكم كل التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالتحديد في ملف الشاحنات الغذائية والإغاثية. هذه الشاحنات التي تعبر عن جهود الدولة المصرية الكبيرة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين. نقف معكم الآن من داخل المركز اللوجستي بمدينة العريش المصرية وبالتحديد بالقرب من مخازن الهلال الأحمر، هذا المكان الذي يعتبر هو القلب النابض لدخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين. على اليمين وعلى اليسار نجد العديد الآلاف من الشاحنات التي تمتلئ بالمواد الإغاثية والمواد الطبية والمستلزمات الخاصة بكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، هذا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من نقص شديد من هذه المواد. اليوم من معبر رفح رصدنا عبور 23 شاحنة من الشاحنات الغذائية والإغاثية، بالفعل عبرت معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل غاز طبيعي، هذا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من نقص شديد من المواد البترولية اللازمة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الحيوية في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى طبعا وجود عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية وانتشار المجاعة ونقص في المياه، حالة كارثية يعيشها قطاع غزة بسبب نقص هذه المواد الذي تحاول فيه مصر مرارا وتكرارا أن أن تنفذ بهذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين. أيضا جهود مصر متواصلة ومستمرة منذ بداية الأزمة إلى الآن، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق. نتحدث عن مستشفى العريش ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد وغيرها من المستشفيات في القاهرة التي استقبلت أكثر من 700 حالة داخل مستشفى العريش وأكثر من 5400 حالة منذ بداية الحرب على غزة إلى شهر 4 الماضي. هذا جهود مصر نؤكد أنها دائما مستمرة ومتواصلة، وأيضا تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.